سوزان إدريس مدير السجل المحلي الودايا تحتفل اليوم 29 أبريل 2024 المندوبية العامة بذكرى تأسيسها، وكأطر وموظفي السجل المحلي الودايا نحتفل بدورنا كباقي مؤسسات سجنية بهذه الذكرى، ذكرى 16 لتأسيس المندوبية، وهي ذكرى غالية على نفوسنا ونفوس جميع الموظفين، حيث أنها منذ تأسيس المندوبية العامة وهي في تقدم ملموس يلمسه جميع فعاليات المجتمع وكذا المؤسسات الوطنية الشريكة. ذكرى تأسيس المندوبية العامة هي محطة لإبراز مدى تطور الذي شهدته المندوبية العامة في جميع المجالات، سواء الأمني والاجتماعي والإدماجي. فتأسيس المندوبية العامة جاء بناء على برنامج يتم إعداده سنويا من طرف المندوبية العامة احتفاء بالموظف وكذا الإنجازات التي يحققها على مستوى المؤسسات السجنية. بالنسبة للذكرى تأسيس المندوبية فهي مناسبة لإبراز المجهودات وإبراز المنجزات التي يقوم بها موظفو القطاع على حد سواء، وكذا مع قطاعات الشركة كالتعليم والقضاء والصحة. فلا يفوتني في هذه المناسبة الشكر لجميع مكونات المجتمع وكذا الفعاليات الشركة لقطاع السجون التي لا تبخل على هذا القطاع بالدعم والمساندة والمساعدة. شكرا لك.